بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الخالدة، ونتعرف اليوم بإذن الله تعالى على بعض الإثراءات بعد دراسة الوحدة الثالثة والرابعة. نركز الآن على الرسم الإملائي. ماذا تعرفنا في الرسم الإملائي؟ بعض الكلمات الموصولة خطا، وكذلك بعض الكلمات المفصولة خطا. تعرفنا في الرسم الكتابي على رسم الهاء بخط الرقعة، وكذلك رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة. نراجع ما درسناه سابقا. ما هي الكلمات الموصولة خطا؟ كيف أقوم بكتابتها بشكل صحيح وتحليل هذه الكلمات بالإضافة إلى الكلمات المفصولة خطا؟ ما هي الأهداف التي سنحققها؟ رسم الكلمات الموصولة والمفصولة خطا رسما صحيحا، تحليل الكلمات الموصولة والمفصولة خطا تحليلا إملائيا، رسم حرف الهاء بخط الرقعة، رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة. الآن نركز على الكلمات التي أمامي. نلاحظ هذه الكلمات التي كتبت باللون الأحمر. نقرأ هذه الكلمة: وقت إذن حبذا ألا لألا وممن. نركز على هذه الكلمات، نلاحظ كيف كتبت هذه الكلمات ومما تتكون هذه الكلمة. هل هي كلمة واحدة أو أكثر؟ نلاحظ هنا إذن وقتئذ، وقتئذ هذه الكلمة كيف كتبت؟ أحسنتم، نلاحظ أنها موصولة خطا. هذه الكلمة وقت زائد إذن المنونة عند الكتابة تكتب بهذا الشكل، تكتب موصولة خطا. نلاحظ الكلمة الثانية حبذا، مما تتكون هذه الكلمة؟ أحسنتم، هي كلمتين أو هي كلمتان عند الكتابة أقوم بكتابتها كلمة واحدة بهذا الشكل الصحيح. كلمة ألا، أحسنتم، إذا موصولة خطا هي كلمتان أن زائد لا عند الكتابة تكتب بهذا الشكل. لألا، أحسنتم، إذا موصولة خطا عند الكتابة كتبت بهذا الشكل. هذه الكلمة أو هذه الكلمة عند تحليلها نلاحظ أنها ثلاثة كلمات: اللام، أن، لا. أصل هذه الكلمة لأن لا عند كتابتها تكتب بهذا الشكل بشكل صحيح. نلاحظ الكلمة الأخيرة ممن، أحسنتم، إذا موصولة خطا أصل هذه الكلمة من زائد من، أحسنتم، عند الكتابة تكتب كلمة واحدة. إذن هذه هي الكلمات الموصولة خطا، هي كلمتين أو هي كلمتان أو ثلاث كلمات عند الكتابة تكتب كلمة واحدة بهذا الشكل. المطلوب هنا أحلل الكلمات الملونة تحليلا إملائيا على غرار المثال المعطى. الكلمة المعطاة هنا وقتئذ، قلنا أن كلمة وقتئذ عند الكتابة تكتب ماذا؟ أحسنتم، إذن تكتب كلمة واحدة. أصل هذه الكلمة وقت زائد، أحسنتم، زائد إذن المنونة عند كتابتها بشكل صحيح تكتب كلمة واحدة بهذا الشكل. إذن نتدرب على هذه الكلمات ونقوم بكتابتها أو نقوم برسمها رسما صحيحا. إذن وقتئذ، وقت زائد إذن المنونة عند الكتابة تكتب بهذا الشكل. الآن نكمل بقية الأمثلة أو نكمل بقية الكلمات، نقوم بتحليلها تحليلا إملائيا. كلمة ممن الآن كتبت كلمة واحدة بشكل صحيح. أصل هذه الكلمة أو تحليل هذه الكلمة، أحسنتم، من حرف الجر زائد من الموصولة عند الكتابة تكتب بهذا الشكل الصحيح. تحذف النون هنا، تقلب
أو تحذف النون الثانية وتكتب بهذا الشكل الصحيح وتنطق ممن. نركز على طريقة الكتابة الصحيحة لهذه الكلمة. الكلمة الثالثة ألا. تحليل هذه الكلمة، أحسنتم، أن المصدرية زائد لا النافية، عند كتابتها تكتب بهذا الشكل، تكتب بهذا الشكل. نركز هنا، أن لا عند الكتابة تكتب ألا وتنطق بهذا الشكل. إذن أن المصدرية زائد لا النافية. ننتقل إلى الكلمة التي تليها، لألا. عند تحليل هذه الكلمة نلاحظ أنها كم كلمة، كم حرف، أو عفوا هي عبارة عن، أحسنتم، ثلاث كلمات، لام التعليل، أن، ولا النافية. إذن هذه الكلمة ثلاث كلمات تكتب بهذا الشكل، كلمة واحدة. إذن هذه هي الكلمات الموصولة خطا. نتدرب على طريقة كتابتها بشكل صحيح. الكلمة التي تليها، أحسنتم، حبذا، كم كلمة؟ أحسنتم، هي كلمتان، حبة الفعل الماضي زائد ذا الإشارية، عند الكتابة تكتب بهذا الشكل. إذن وقتئذ، أو يومئذ، حينئذ، ساعتئذ، تكتب كلمة واحدة. كذلك بقية الكلمات، ممن، ألا، لألا، حبذا، تكتب بهذا الشكل، كلمة واحدة. نستنتج من ذلك بعض الكلمات تكتب مركبة أو موصولة خطا، ومنها الظروف، وقت، عند، حين، يوم، وساعة، المتلوة بإذن، المنونة، وقت إذن، عند إذن، حين إذن، يوم إذن، ساعة إذن، تكتب كلمة واحدة. الكلمة الثانية، الفعل حبذا، المؤلفة من الفعل حب زائد ذا الإشارية، عند الكتابة تكتب بهذا الشكل، كلمة واحدة فقط. الأدوات، ألا، أصلها أن، لا، كذلك إلا، أصلها إن، لا، ولألا أصلها اللام، أن، لا، عند الكتابة تكتب لألا، ألا، وإلا بهذا الشكل. إذن تكتب كلمة واحدة فقط. كذلك حروف الجر، في، من، عن، المتقدمة على من الاستفهامية أو الموصولة. أقول في من، ممن، عمن، تكتب كلمة واحدة. الآن نطبق المطلوب. أستخرج من الآيات الكريمة الآتية كل كلمة موصولة خطا ثم أعيد كتابتها في الفراغ. نقرأ الآية ونستخرج الكلمة الموصولة خطا. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. نستخرج الكلمة الموصولة خطا. أحسنتم، إذن الكلمة الموصولة خطا يومئذ. أصل هذه الكلمة أو عند تحليل هذه الكلمة، أحسنتم، يوم زائد إذن المنونة، عند الكتابة تكتب كلمة واحدة بهذا الشكل. ننتقل إلى المثال الذي يليه. قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نستخرج الكلمة الموصولة خطا. أحسنتم، كلما، تحليل هذه الكلمة، أحسنتم، كل زائد ما، إذن عند الكتابة تكتب بهذا الشكل، كلمة واحدة. إذن تعرفنا على بعض طريقة كتابة بعض الكلمات الموصولة خطا من أمثلة هذه الكلمات: وقتئذ، حينئذ، يومئذ، ممن، إلا، لألا، وكذلك حبذا.
الآن ننتقل إلى كلمات مفصولة خطاً. إذا عكس الكلمات الموصولة خطاً، هناك كلمات تكتب مفصولة، هي كلمتين أو هي كلمتان، تكتب كلمتان. نأخذ أمثلة لذلك ونركز على الكلمات المكتوبة باللون الأحمر. نقرأ: فإن لم يعمل الإنسان فلا قيمة له. نركز هنا الكلمة المكتوبة هنا، نلاحظ، أحسنتم، فإن لم، هل كتبت موصولة خطاً أو مفصولة؟ أحسنتم، إذن نلاحظ أن هذه الكلمة كتبت مفصولة خطاً، إن لم. فمن منا لا يطيب له الاقتداء بالأنبياء والصحابة؟ نلاحظ الكلمة الثانية، أحسنتم، من منا، نلاحظ أنها كتبت مفصولة خطاً. الكلمة الثالثة، أحسنتم، أن لا، نلاحظ أنها كتبت بهذا الشكل الصحيح، إذن تكتب مفصولة خطاً، أن لا. مثلاً، أعلم أن لا إتقان بدون تدريب، أو عفواً، اعلم أن لا إتقان بدون تدريب. إذن نلاحظ الكلمات هنا المفصولة خطاً، إن لم، من منا، أن لا. نركز على هذه الكلمات ونتدرب على طريقة كتابتها بشكل صحيح. الآن نحلل هذه الكلمات، نلاحظ إن الشرطية، إن لم يعمل الإنسان فلا قيمة له، إن حدث هذا الشيء يحدث هذا الشيء. إذن إن الشرطية، سبق أن درسنا الشرط، إذن إن الشرطية، لم النافية، إن لم يعمل الإنسان فلا ميزة له. نحلل الكلمة التي تليها، من منا، من هنا، أحسنتم، إذن من الموصولة، منا، أحسنتم، من حرف الجر. مثال: من منا لا يحب لقاء الأصدقاء. الكلمة التي تليها، أن لا، ما نوع أن هنا؟ أحسنتم، أن الناصبة ولا النافية، إذن هي من أخوات إن، لكن تسمى أن المخففة. مثال: أشهد أن لا إله إلا الله. إذن نتدرب على طريقة الكتابة بشكل صحيح، إن لم، من منا، أن لا، تسمى هذه الكلمات المفصولة خطاً. أستنتج من ذلك أن، عفواً، أن من أخوات إن الناسخة، ولكنها خففت بحذف النون الثانية فسميت أن المخففة. إذن هي من أخوات إن، حذفت النون الثانية لذلك سميت أن المخففة. أن المخففة لا توصل بما بعدها. مثال: أشهد أن لا إله إلا الله، إذن تكتب مفصولة خطاً، أن المخففة لا توصل بما بعدها. إن شرطية، من قد تأتي استفهامية أو موصولة، وتفصل إذا وليها حرف جر، حرف الجر، من أو عن أو في. ومثال الموصولة قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض. إذن كلمة مفصولة خطاً، من في، نلاحظ هنا من في مفصولة خطاً، إذن من الموصولة بمعنى الذي، إذن والله يسجد الذي في السماوات والأرض، إذن هنا من الموصولة إذا وليها حرف الجر، من، عن، في، نلاحظ هنا في أقوم بكتابتها مفصولة خطاً. إذن تعرفنا على بعض الكلمات الموصولة خطاً والكلمات المفصولة خطاً. نقوم بالتدرب على كتابة الكلمات كتابة صحيحة. الآن نراجع ما درسناه سابقاً، طريقة كتابة الهاء
بخط الرقعة. كيف تكتب الهاء بخط الرقعة؟ هنا نلاحظ هذه صور كتابة الهاء في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، تكتب بهذا الشكل. نلاحظ هنا الهاء، بداية الهاء شبيه الثلاث نقط، بعد ذلك تشبه نصف الألف، ثم تشبه الفاء الوسطية. قم بالتدرب بكتابة الهاء بهذا الشكل. كذلك أتدرب على رسم بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة، وأتذكر مبادئ خط الرقعة وأقوم بتطبيقها. فما هي مبادئ خط الرقعة؟ درسناها سابقا. أحسنتم. كل حروفه ترتكز على السطر ما عدا الجيم والحاء، الجيم والحاء والخاء، الميم والعين والغين، والهاء الوسطية. هذه الحروف فقط التي تنزل عن السطر، بقية الحروف ترتكز على السطر. كذلك كل الخطوط الرأسية متوازية، الأجزاء الأفقية للحروف مائلة للأسفل، المسافات بين الكلمات متساوية. إذا نتذكر مبادئ خط الرقعة ونقوم بالتدرب على كتابة الهاء بخط الرقعة، كذلك كتابة بعض الجمل والعبارات بخط الرقعة. الآن نتأكد من فهم القاعدة الإملائية والرسم الكتابي المطلوب، الإجابة أو اختيار الإجابة الصحيحة. أختار ما كتب إملائيا بطريقة مغايرة لبقية الخيارات. ما هي الكلمة التي كتبت بطريقة مغايرة أو طريقة مختلفة لبقية الكلمات؟ إنما، حينئذ، إن لم، في من. أين الكلمة التي كتبت بشكل مغاير أو بشكل مختلف؟ كتبت كتابة صحيحة لكن بشكل، جميع الكلمات كتبت كتابة صحيحة لكن هناك كلمة مختلفة كتبت بشكل مختلف، ما هي هذه الكلمة؟ أحسنتم، إن لم. نلاحظ أنها ماذا؟ أحسنتم، مفصولة خطا، وبقية الكلمات، أحسنتم، بقية الكلمات موصولة خطا. أكملوا مكان الفراغ، إن، أن، من. أملأ الفراغ التالي بأحد الكلمات التي بين القوسين، فراغ، لم تصنع نفسك، فلن يصنعك أحد. أختار الإجابة، هل أضع إن لم تصنع، أو أن لم تصنع، أو من لم تصنع؟ نختار الإجابة الصحيحة. أحسنتم، إذن إن لم تصنع نفسك فلن يصنعك أحد. أختار الكلمة المكتوبة إملائيا بصورة خاطئة. ركز، هناك كلمة كتبت بصورة خاطئة، إذن كتبت بشكل غير صحيح. ما هي هذه الكلمة؟ نلاحظ، يومئذ، ممن، عندئذ، ألا. أختار الكلمة التي كتبت بشكل خاطئ. أحسنتم، إذن يومئذ. كيف أقوم بكتابتها؟ أحسنتم، إذن تكتب موصولة خطا، تكتب كلمة واحدة. أختار الكلمة المكتوبة كتابة صحيحة فيما يلي. هناك كلمة كتبت بشكل صحيح، أن، لا، حبذا، عندئذ، لأن، لا. أين الكلمة التي كتبت بشكل صحيح؟ أحسنتم، إذن كلمة حبذا، هنا كلمة أن، لا، عندئذ، لأن، لا، كتبت بشكل خاطئ. حدد الكلمة الموصولة خطا فيما يلي. أين الكلمة الموصولة خطا؟ إن، لم، أن، لن، ممن، أن، لا. أحسنتم، إذن هي كلمة ممن، هذه الكلمة موصولة خطا. أحدد الكلمة المفصولة خطا فيما يلي: ممن، أينما،
أن لن فيما. أين الكلمة المفصولة؟ أحسنتم. إذن أن لن مفصولة خطا. اختار الإجابة الصحيحة. إن لم من منا من منا أن لا. الخاصيتان اللتان ألاحظهما في الكلمات السابقة هما مفصولة خطا موصولة خطا، تتألف من كلمتين، تتألف من 4 كلمات. نختار الإجابات الصحيحة. إذن هنا أكثر من إجابة. أحسنتم. إذن مفصولة خطا كذلك. أحسنتم. إذن تتألف من كلمتين. اختاروا الإجابة الصحيحة. الجملة التي تحوي كلمة مركبة وموصولة في الخط. نختار الجملة التي تحوي كلمة مركبة وموصولة خطا. يجب أن ندافع عن بلادنا لئلا يحل بها السوء. العدل من أسباب الأمن. شكر النعمة من أسباب الأمن. بأرواحنا نفتدي أوطاننا. نختار الجملة التي تحوي كلمة مركبة وموصولة خطا. أحسنتم. إذن نلاحظ الكلمة هنا لئلا، إذن كلمة موصولة خطا. تكتب الهاء منفردة بخط الرقعة على السطر، صواب أو خطأ؟ أحسنتم. إذن تكتب على السطر منفردة بخط الرقعة. من الكلمات التي تكتب فيها الهاء منفردة جاءه، إليه، عليه، وردة. نختار. أحسنتم. إذن جاءه تكتب على السطر. إذن تعرفنا على الرسم الكتابي، رسم الكلمات أو رسم الهاء وبعض الجمل والعبارات بخط الرقعة، وكذلك الرسم الإملائي بعض الكلمات الموصولة خطا. مثال: حبذا، عمن، ممن، قلما، عما، تكتب بهذا الشكل. وقتئذ، يومئذ، لئلا، ألا. نتدرب على هذه الكلمات لكي نتقن كتابتها بشكل صحيح. هناك بعض الكلمات مفصولة خطا. مثال: إن لم، من، من، وأن لا. نتدرب على طريقة الكتابة بشكل صحيح. انتهى درسنا لهذا اليوم. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.